ونبقى مع عمالقة الفن المصري، حيث تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة القديرة ماري منيب، وهي التي اشتهرت وأحبها الجمهور في دور الحماة نظرا لحسها الفكاهي وضحكاتها التي تميزت بها. عملت منيب في العديد من الفرق المسرحية إلى جانب السينما التي قدمت بها عشرات الأفلام، حتى توفيت مثل هذا اليوم من عام 1969.